ومن لها غير السومة، ومن لها غير عمر، عمر من الأفراح، وعمر من الأحداث، وعمر من الألقاب، وعمر من الفرح الأبدي لقيثارة الفرح الأهلاوية. هدفه ليأتي عن طريق السومة، والسومة سالم الدوسري العرضية والرأسية والتسديدة، الله الرأسية والكرة في الشباك، والكرة في الشباك في مخالبة، في مخالبة وباحتفاليات المعهودة، وباحتفاليات المعهودة يهجم على مرمى الهلال ويقتحم عرين الأهلي عفوا، ويدون الهدف الأول ويعيد البهجة لجماهير الهلال. وقد يكون سلاح ذو حدين، كرة ملعوبة ومحاولة هنا أمامنا، ولكن راية التسلل في اللقطة الماضية. التألق في هذه المباراة هي أفضل عتبة تصنع بها نجوميتك مستقبلا. المولد تمرير ملعوبة من المولد، والمحاولة هنا أمامنا جيني، ومحاولة لتسديد الاستلام والتقدم، التمرير ملعوبة الشهراني وللعرضية ياسر، ياسر يحاول يبحث عن تمرين المهارة، وين المهارة؟ لكن التقدير ملعوبة إلى جوبينكو، انطلاقا للأمام جوبينكو، التسديد الله. حتى الآن محاولة ملعوبة والكرة إلى السومة، حاولة الاستلام، لكن مرة ضاعت، ضاعت من أمام عمر السومة، ضاعت من أمام عمر السومة. هذا التوفيق ليس من فراغ، وهي رسالة حتى للنشر، وهي رسالة. أول في أول الكرة نقلة أمامية لجوبينكو، جوبينكو في محاصرة، والكرة إلى الحال على ما هو عليه، التعادل حتى الآن في كلاسيكو الأرض بين جدة أمامنا من جمهور الأهلي أو حتى جمهور الاتحاد في جدة. نعلق على دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أوروبا، دوري الإنجليزي، الإسباني، على مباريات قمة بكل أمانة، كتفاعل على مستوى العالم لا وجود، لا وجود ضرب كالضرب الذي تجده في جدة هنا، إن كان الأمر يتعلق بالأهلي أو بالاتحاد. أمر منحاز للفريق، وهنا لا أتحدث عن التعليق، بل حتى المشاهد لمباريات الأهلي. أكثر مباراة يطلب فيها من المعلم الأدوار النهائية، مثل هذه الأدوار يحتاج اللاعب لأن يكون في قمة جاهزية لصالح الهلال. وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، البحث عن الرأسية للشهراني، ياسر الشهراني، تمرير لعبد الله عطيف، والى الرملقة ومحاولة المرور، الانطلاقة والعرضية والرأسية، جانب سعيد بصورة جميلة يلعبها سعيد في الامام، ومحاولة التقدم واشارة الى وجود خطأ لصالح الجئيني، خطأ في الكرة الماضية على علي البلهي، يلعب الكرة بصورة جميلة لمحمد الدوسري، النقل الى كنو، كنو في الامام، لكن يا سعيد. وكرة ملعوبة من جانب جوبينكو داخل منطقة الجزاء، كان توجه لعمر السومة، العرضية ملعوبة والرأسية، لكن تمر وتعود مجددا في المنتصف، وإشارة إلى وجود خطأ، بدأت للأمام، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الله 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 الله، ثنائية وفرحة ثانية لمجانيني الأهلي، من مدون اسم مجانيني يجن بهدف ثاني، ويجنن معه المدرجات بأفراح بتهب أو تتناهض كل الجماهير في ملعب المباراة. بل حول إلى كوميز، التمريرة ملعوبة من جانب كوميز، البحث عن العرضية، وأول في أول العودة لسلمان المؤشر، وإلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، هدف ثاني هاجم معه الملعب، وهدف قطع حثاء عن مرمى العويز، ملعوبة جوفينكو، لكن ما مشت معه. نقلة أمامية لإسعاد الشعب، كرة ملعوبة ومحاولة، لكن حسين تسديدة، والكرة ما زالت قائمة العرضية، الله 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 الله، على متعة في الأسماع ومتعة بالأقدام. كرويا هي القارة الزرقاء لا الصفراء، كرويا هي يأتي الاستخلاص، التمريرة ملعوبة والكرة البينية داخل منطقة الجزاء، المرور عن طريق كوميز، وراية التسلل، راية التسلل على كوميز،
راية التسلل على جوميز. هل من عودة للهلال؟ شخصيا أتوقع شيك موسم فيه قيم أول بأول إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أول بتشكيلة الهلال. لكن الأهلي يبدأ الشوط الثاني من حيث انتهى التسديد. الله، نقلة أمامية ومحاولة مبعدة من جانب حسين. كالذهب ما شاء الله، كالذهب لاعب ازداد بريقه بمضي السنوات، لا يخفت نجمه. لا، وجوفينكو يلعب الكرة العرضية، محاولة ملعوبة لإبعاد، التسديدة. الله، الله 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 الله، إنه الهلال، إنه الهلال، لا كذب، إنه الجمال والانشداح والانشراح، إنها الأفراح يا جوميز. الهلال يدون، يعني جدة كلها معك عندما يحضر. عايدة إلى عبد الله المعيوف، هنا انطلاقة حاضرة أمامنا والكرة مع جوفينكو. جوفينكو يحاول التقدم، العرضية ملعوبة من جانب الجانيني، ما زالت قائمة، العرضية ملعوبة. وينك يا السوم الرأسية؟ يلعب الكرة هنا للاستلام، سالم الدوسري يبحث عن تسديدة، لكن وين يا راجل وين؟ بعيدة بعيدة يا سالم، بعيدة بعيدة يا سالم. كاتب النشيد السعودي عندما جادت قريحته بكرات الإبعاد. جوفينكو في الاستلام يبحث عن التقدم، التسديدة. الله 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 يا جوفينكو، الله الله يا جوفينكو. إن كان هناك رغبة الاستخلاص، هنا الاستلام من جانب جوفينكو والتمرير في الأمام داخل منطقة الجزاء. عن المهارة والتقدم سلمان المؤشر، نقلة أمامية والكرة العرضية، ولكن التغطية. سلام يا عطيف، سلام يا عطيف، عنوان للمباراة بتألقه حتى الآن، بعيدا عن الأهداف، بعيدا عن تفاصيل المباراة. يلعب الكرة دانيال للكزاتش، الكرة العرضية، يزيد البكر، عالية وسهلة إلى المعيوف، تمريرة ملعوبة والكرة تلعب مجددا صالح النادي الأهلي. هنا الاستلام والكرة العرضية الأمامية إلى سالم الدوسري. سالم الدوسري وراية راية التسلل عالية جميلة. أحمد الكاف، الكرة ملعوبة وداخل منطقة الجزاء، البحث عن عرضية، وظهر السومة، وظهر عمر السومة، ظهر عمر السومة، وزي ما بيقولوا يا اسرار. الله على التمريرة، على النقلة، هنا جوميز، جوميز تسديدة. الله 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 الله، يا للجمال ويا للجلال الهلال، يا للجمال ويا للإعجاز ويا للهاتريك ويا للثلاثية ويا للإبداع. جوميز ومن بداية موسم، ويا للإبداع يا جوميز. إذن إلى خارج أرضية الملعب، عبد الفتاح لسه فيها، لن يسري الليل على هذه النتيجة. هنا المحاولة والكرة تبعد بالثلاثية بالعرضية، الله على المهارة وعلى العرضية، لكن 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 يا جمال لم يكتمل، يا جمال لم يكتمل يا جنيني. ومحاولة هنا للمرور، سالم الدوسري، العرضية ملعوبة، وأول في أول النقلة أمامية والمحاولة داخل منطقة الجزاء، التسديدة. الله، ضاعت 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 ضاعت. شوط ثاني غير، شوط ثاني غير. من يتواصل وربط عشق وحب يتواصل بين جوميز. قل أداء الأهلي خلال الشوط الثاني أو تحديد الأمامية أو لصالح الأهلي عفوا. إشارة إلى وجود خطأ، إشارة إلى وجود خطأ، خطأ على محمد كنو. بعض الأسامي قد لا تكون ظاهرة. تمريرة، كرة حول منطقة الجزاء، السومة يحاول هنا أمامنا، مبعد الكرة من أمام، صيب بالشد من جراء قطعا في هذه الأجواء. درجة عابد يعمل فيها عمايل، الكرة ملعوبة والرأسية، لكن الإبعاد والتسديدة في الجول.
جول 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 جول، رباعية رباعية، إنه الهلال لا كذب، نعم إنه الهلال لا كذب، إنه الجمال، إنها الأفراح، إنه الانشراح.